بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة لولو غزال. إزايكم؟ عاملين إيه؟ يا رب إن شاء الله تكونوا كلكم بألف خير. النهاردة نعمل حاجة بسيطة خالص بمقادير موجودة في البيت. طبعا عندي كوباية وعندي كوباية دافية خالص، تمام، معلقة سكر ومعلقة خميرة وربع معلقة سكر ومعلقة خميرة صغيرة وربع معلقة ملح صغيرة. هنعمل ايه؟ هنعمل عيش شامي، تمام. حاجة برجع رجعت تاني معاكم، تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. كوبايتين الدقيق. طبعا هنزود الدقيق، هنزود بقية المقادير اللي معانا، ماشي. بحط المكونات الجافه كلها مع بعض، تمام. سهل جدا جدا جدا، اي حد ممكن يعمله. الكيلو بيعمل 25 رغيف اللي هو الشامي ده. انا بصراحه ما جربتش كوبايتين قبل كده، انا هشوف الكوبايتين هيعملوا معايا قد ايه، تمام. نبدا كده ننزل واحده واحده بالميه. بسم الله. طبعا ده عايز بالايد من الاول اهو. بسم الله. طبعا ما نزلش ميه كتير، يعني ابدا ايه واحده واحده كده. طبعا علشان ما اطولش عليكم هعجن. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. انا كده عجنتها اهو زي ما انتم شايفين، تمام. عجينة طرية، مش طرية قوي ولا ناعمة قوي، بس مش بتلزق، مش بتلزق في الايد زي ما انتم شايفين كده. طبعا احتجت معلقتين دقيق، يعني انا حطيتها احتجت بعدها معلقتين دقيق، ماشي. انا ما خدتش غير يعني ما خدتش الميه كلها، يعني بصوا المج ده اهو، معلش كده عشان يبان اهو، يعتبر الا ربع يعني او كده زي ما انتم شايفين. ماشي. بس هسيبها تخمر حوالي ساعه الا ربع، تمام. بعد ما تخمر باذن الله نشوف هنسوي ازاي. بسم الله. رجعنا تاني بعد ما العيش الشامي خمر معانا، تمام. الكوبايتين عملوا لي سبع كور من دي، يعني سبع ارغيفه، تمام. ومعايا شويه دقيق علشان هبدا افرد ايه، افرد بالنشابه. خليكوا معايا، انا هبدا ارش كده اهو على هنا على الرخامه، تمام. وهاخد كده انا لازم نغطيه علشان خاطر ما ينشفش، عشان خاطر وشه ما يشققش. اعمل كده، بسم الله، ابدا افرد كده الاول بايدي. بجد بجد بيبقى طعمه لذيذ او ملوش حل، يعني تعمل وتشال في الفريزر بتسحبي منه في اي وقت، يا دوب يطلع بس خمس دقايق بيبقى جميل. زي ما انتم شايفين كده ببدا افرد، مش كتير طبعا علشان ما يبقاش رقيق، يعني يبقى ايه، يبقى فيه عيش. يبقى فيه لحم كده. خلاص انا كده هعمل معاكم ده وهعمل معاكم واحد تاني عشان تشوفوه، وهبدا ان انا ادخلهم في الفرن. انا مشغله الفرن على نار عاليه، بيتعمل على نار عاليه، ما بياخدش بالظبط خمس دقايق. ادي يعتبر اول رغيف معايا اهو، تمام. جيب رغيف تاني، ناخد شوية دقيق كده افرد. سهل جدا جدا فوق ما تتخيلوا، مش مكلف وحاجته موجودة في البيت، ولا زيت بقى ولا سمن ولا الكلام ده كله. ممكن لو حد بيحب حبة البركة عليه قبل ما يدخل الفرن ترش عليه شوية حبة البركة وتعمليهم كده عشان يثبتوا عليه، تمام. انا كده هعمل، عندي الصاج بتاعي بياخد اربعة،
هعملهم وهم في الفرن باذن الله هوريهم لكم. اهو يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده، بصوا بيبدا يعلى ازاي. تمام. على فكره عملوا 9 رغيفه مش 7. انا عديتهم غلط. ان شاء الله خلصوا كله وبعد كده اوريه لكم. كده خلصنا العيش الشامي الجميل دوت. بصوا شكله، بصوا عامل ازاي. انا بسيبه طبعا اللي هو يتحمص شويه، ده كده يتحمص. لما بكون اعمل كشري بعمل بيه، يعني هعمل كشري بقوم مقطعاه السمبوكسات وحمره بيبقى للكشري. خلاص اعمل بيه ايه تاني؟ اعمل بيه كبده اسكندراني، اعمل بيه فول طعميه. هو بيتشال في الفريزر كده زي ما انتم شايفين. بصوا بصوا طري طري وجميل ازاي. ده الرغيف اهو بيتفتح. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا طعمه تحفه تحفه، جميل جدا جدا، هيعجبكم. يا ريت تجربوا الطريقه ديت وان شاء الله يعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.